هذا. وينضم إلينا السيد أحمد حسن جناحي، رئيس أول الشركات ودعم العملاء بصندوق تمكين. أهلا بك سيد أحمد. أهلين. طبعا بداية نتحدث عن حجم الدعم الذي تم تقديمه من قبل تمكين، وكم طلب من استلامه، يعني وكم مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر متوقع أن تستفيد من هذا في هذا الإطار أو هذا الدعم تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أمسي عليك أختي استشار بالخير وعلى جميع السيدات السادة المشاهدين. نعم. وشاكرين لك تخصصكم الوقت لتسليط الضوء على برنامج تمكين لدعم صناع رياده الاعمال، اللي مثل ما تفضلت قبل شوي كان استجابه للتوجيهات الملكيه الساميه والحاقه باعلان الحكومه على الحزمه الماليه والاقتصاديه لدعم المؤسسات المتاثره بالجائحه. نعم. برنامج دعم صناع رياده الاعمال بشكل خاص، تسمحين لي بس اوضح حق الساده المشاهدين، يهدف تخفيف الاعباء التشغيليه اللي تواجهها المؤسسات الصغيره ومتناهيه الصغر. كانت الميزانية المرصودة لها، إجابة على سؤالك، الميزانية المرصودة لها واللي أعلنتها الحكومة المؤخرة حوالي 40 مليون دينار، ويتراوح الدعم لكل مؤسسة بين 1050 إلى 12 ألف دينار. أما بخصوص الطلبات، فإحنا فتحنا التسجيل على مرحلتين مثل ما تفضلتي. في المرحلة الأولى استلمنا أكثر من 17 ألف طلب، وفي المرحلة الثانية حوالي 8000 طلب، واقع أكثر من 25000 طلب إجمالاً. لحد اليوم إحنا صرفنا مستحقات حوالي 10000 مؤسسة. نعم. ومتوقعين ومتأملين إن شاء الله أن يوصل إجمالي عدد المستفيدين لحوالي 20000 مؤسسة. نعم. لو نتحدث عن الفئات الأخرى التي استفادت من هذا الدعم والذي قدمته تمكين في هذه الفترة. صحيح. فضلاً عن أصحاب الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر اللي قلنا عنهم قبل شوي. نعم. يشمل الدعم كل اللي قدمه تمكين اليوم فئات سواق سيارات الأجرة والحافلات ومدربين السياقة وعاملات رياض الأطفال، وذلك في إطار تنفيذ أمر صاحب سمو الملك الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظ الله، وتوجيهات صاحب سمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القادر على النائب الأول رئيس الوزراء. نعم سيد أحمد، هل هناك آليات، هل هناك معايير للتقييم؟ هذه المعايير متبعة في المرحلة الثانية من هذا البرنامج؟ باختصار شديد، أثناء قيام المؤسسات بالتقديم للبرنامج، إحنا طلبنا مجموعة من المعلومات اللي تساعدنا في تقييم حجم الضرر ومدى تأثر هذه المؤسسات. نعم. بالجائحة. وإضافة على ذلك، إحنا حاولنا قدر الإمكان إن إحنا نسرع عمليات الموافقة والدفع تباعا، لا سيما حق المؤسسات والقطاعات الأكثر تضررا منها. نعم. لو الآن بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات الجديدة لبرنامج استمرارية العمل، ما هي الخطوة القادمة التي ستقوم بها تمكين؟ يعني احنا في موضوع مهم ان نوضحه للسادة المشاهدين. نعم. اول شيء، الرؤية اللي على اساسها تم تأسيس تمكين هو دعم القطاع الخاص عشان يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد. تمكين اسست من اجل هذا الهدف، راح تستمر بلعب الدور المنوط بها لحد ما نحقق اهدافنا ونواصل مسيرة التنمية ونوصل للرؤية اللي وضعتها لنا القيادة الرئيسية. نعم. السيد أحمد حسن جناحي، رئيس أول الشركات ودعم العملاء بصندوق العمل تمكين، شكرا جزيلا لك. وأنا شكرا لكم.